وعندي اتصال بوالد شريف وهو الأستاذ ياسر أنديل. مساء الخير، برحب بحضرتك وشكرا على المشاركة. ده شريف اللي معايا ولا والده؟ لا، والده حضرتك. والده أستاذ ياسر؟ أيوة يا باشا. أهلا بحضرتك أستاذ ياسر، وبقول لك يا رب إن شاء الله ربنا يطمنكم طبعا على شريف، ويعني نسعد بشفائه في وقت قريب، وببارك لك على موهبته، واحب حضرتك تكلمني عنه شويه. ربنا يخليك يا باشا. والله شريف ابني من صغره وهو موهوب كده، حتى هو برضه كان قبل كده طلع حفله تبع فودافون تبع المدرسه بتاعته. كان اتكرم من استاذ علي الحجار والاستاذ هشام عباس. يعني امتى اكتشفتوا الموهبة عنده؟ والله اللي اكتشفته مدرسها بتاعته في الفصل في المدرسة. هطلب من حضرتك تعلي صوتك شوية معلش. المدرسة بتاعته في المدرسة هي اللي اكتشفته. امتى بقى الكلام ده؟ من حوالي 4 سنين. ما شاء الله، يعني كان صغير يعني. ايوه ايوه 4 سنين. المدرسة بتاعت الموسيقى بتاعته ابله منى عويضة. أي أي يعني احنا ما كناش نعرف. فالمدرسة اكتشفوها ويعني خلوه دايما يغني فنمى الموهبة دي. لاحظت ان هو بيغني اغنية صعبة، لان اللي بيفهم في الغنى والطبقات بتاعت الصوت، انا عارف ان شيرين من المطربات اللي بتغني يعني بالمنطق بتاع زمان القديم، اللي هو محتاج ناس يعني صوتها يعني عايز اقول لك بيتمتع بمواصفات خاصه جدا، فما لفتش نظرك ان هو حابب قوي غناء شيرين عبد الوهاب؟ طبعا الفنانه شيرين يعني فنانات الواحد برضو يعتز ان هو يشوفها او يسمع صوتها، لانها فنانه كبيره جدا. يعني احنا نتمنى ان احنا نشوفها كمان. ما هي ان شاء الله هتجيلكوا بعد ما ترجع من الخارج. بس هو بيختار حاجه يعني عايز اقول لك بتبين طبعا الموهبه، بس بالنسبه لصغر سنه ده موضوع لفت نظري. هو بيغني لمين تاني؟ هو حضرتك بيحب الغني شيرين برضه. شيرين الفنانه شيرين من اكثر الناس بيغني لها. يعني هو هاوي بيغني كتير. فن هو بيغني كل كتير، بس اكثر واحده بيغني لها الفنانه شيرين. في حد فيكو حضرتك او والدته عندكم موهبة الغناء؟ لا، مفيش عندنا حد طبعا في العيلة خالص. يعني شريف كده طالع يعني الوقت موهبة كده منفردة فزة. ربنا يا رب يوفقه ويكرمه ويكتب له الشفاء العاجل بإذن الله، ويبقى فيه ما بيننا تواصل ويعني نطمن عليه. هل هو في وضع انه يقدر يتكلم مع البرنامج ولا صعب؟ لا، ممكن نتكلم عادي.